السلام عليكم ورحمة الله. أسأل طريقة لحفظ الأفعال غير المنتظمة باللغة الإنجليزية. الأفعال غير المنتظمة أو الأفعال الشاذة سيتم تقسيمها إلى مجموعة، كل مجموعة متشابهة مع الأخرى. الأولى مجموعة المتشابهات، وهو الفعل في التصريف الأول مثل الفعل في التصريف الثاني مثل الفعل في التصريف الثالث، وهي cut 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 يقطع، put 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 يضع، read 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 يقرأ، cost 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 يكلف، hurt 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 يؤذي، burst 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 ينفجر. المجموعة الثانية وهي مجموعة حذف حرف الإي، ولاحظ أني بحذف حرف الإي من الحرفين الأولين، يعني لاحظ كيف أول في الفعل في المصدر أو الفعل في المضارع يوجد حرفي إي وإي، سيتم حذف الحرف لتحويلها إلى التصريف الثاني والثالث، وهي ميت 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 يقابل، فيد 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 يطعم، بليد 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 ينزف، كريب كريبت كريبت يزحف. المجموعة الثالثة وهي مجموعة تحويل حرف الدي إلى حرف التي، بيلت بيلت بيلت، ألاحظ حرف الدي تم تحويله لحرف التي، بيلت 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 يبني، سند 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 يرسل. مجموعة الاي والاي واليو، الاي هي الفعل في المصدر يتم تحويل حرف الاي في الماضي وفي التصريف الثالث إلى حرف اليو، sing sang song يغني، drink drank drunk يشرب، swim swam swam يسبح، begin began begun يبدأ. بعد كده المجموعة الخامسة هي مجموعة الـ AUGH، teach taught taught يعلم، catch caught caught يمسك أو يلحق. المجموعة السادسة هي مجموعة الـ OUGH، buy bought bought يشتري، bring brought brought يحضر، think thought thought يفكر أو يعتقد، fight fought fought يحارب. المجموعة السابعة هي مجموعة حذف حرف الإي ووضع التي آخر الفعل، sleep slept slept ينام، keep kept kept يحفظ، feel felt felt يشعر، kneel knelt knelt يركع. المجموعة الثامنة وهي مجموعة التشابه بين التصريف الأول والثالث، come came come يأتي، become became become يصبح. مجموعة الـ AI يتم تحويل حرف الـ Y إلى AI، say said said يقول، pay paid paid يدفع، lay laid laid يرقد. المجموعة العاشرة هي مجموعة الـ EN مع التصريف الثالث وهي الأكبر بين الأفعال غير المنتظمة، give give given يعطي، forgive forgive forgiven ينسى أو بمعنى برضو يسامح، take took taken يأخذ، eat ate eaten يأكل، drive drove driven يقود، freeze froze frozen يجمد، speak spoke spoken يتحدث، steal stole stolen يسرق، write wrote written يكتب، see saw seen يرى، والفعل الأخير break broke broken يكسر، break broke broken يكسر. سواء اتفقنا forgive forgive forgiven ينسى ما مضى أو يسامح أو يعفو عنه. ويجوز استخدام حرف الاي دي ايضا وهو الشائع باستثناء كلمه مين، مين meant meant يقصد، dream dreamt dreamt يحلم، learn learned learned يتعلم، burn burnt burnt يحرق، spoil spoiled spoiled يفسد. أوي هوب 13 هي مجموعة تحويل حرف الـ A لحرف الـ E في التصريف الثاني، draw draw drawn يرسم،
withdraw withdrew withdrawn ينسحب. المجموعة الأخيرة هي مجموعة لا يميزها شيء معين باستثناء الفعلين الآخرين. لا go went gone يذهب tell told told يخبر make made made يصنع sell sold sold يبيع win won won يفوز hear heard heard يسمع lose lost lost يفقد leave left left يترك stand stood stood يقف understand understood understood يفهم. شكرا. السلام عليكم.